خلينا نتعرف على فيروس تروجن أو حصان طروادة من خلال هذه القصة القصيرة. كان يا مكان في قديم الزمان مدينة اسمها طروادة، تم محاصرتها من قبل الإغريق لكنهم لم يستطيعوا دخولها لأنها كانت محصنة جدا، واستمر الحصار 10 سنوات بدون فائدة. ابتكروا الإغريق حيلة لخداع الطروادين وقاموا بعمل مجسم حصان كبير، فدخلوا الجيش بداخل الحصان وقدموا الحصان إلى الطرواديين وقالوا لهم: يا طرواديين، هذا الحصان هدية لكم واعتبروه رمز السلام بيننا. الطرواديين قبلوا الهدية وفرحوا بيها وخلوا الحصان في منتصف المدينة. وفي الليل خرجوا الجنود من الحصان وفتحوا الباب للجيش وسيطروا على المدينة بأكملها، وتم تسمية الحصان بحصان طروادة، وتم عمل فيلم يحكي قصة الحصان اسمه تروي، اللي يحب يشوف القصة كاملة. نرجع لفيروس حصان طروادة. يقوم الهكر بأخذ برنامج نظيف مثل الفوتوشوب أو غيره، ويقوم بوضع فيروس خبيث بداخل البرنامج ويرسله للضحية، وعند فتح البرنامج يتم اختراق الحاسوب بالكامل، ولهذا سمي الفيروس بحصان طروادة، لأن فكرة الفيروس مثل فكرة الحصان.